معايا الجلاش هنعمل النهارده مع حضرتك. الرنجه دي شكل الرصه، رصه الرنجه تفتح النفس. انا عاشق للرنجه، والواحد لما بيعشق حاجه بيبدع فيها. رنجه مخليه هنشتغل فيها دلوقتي، بس خلونا احط البصمه في الفرن. يعني ايه بصمه؟ يعني نقول قالب، نقول بصمه، نقول صينيه، نقول فورمه. دي المسميات بتاعه الجماعه اخواننا الحلوانيه، واللي بنى مصر في الاصل حلواني. هعملها النهارده بالمكسرات، بصمة جلاش، بصمة كنافة، وهكذا. معانا فستق حلبي، معانا لوز، معانا فول سوداني اللي موجود عندك، معانا شوية مكسرات حلوين هنحط عليهم قرفة. حلو الكلام. ومعانا شوية كمان جوز الهند بالشكل ده كده، ومعانا لوز، يا مزاجك اللوز وجوز الهند هنا اهي، وشوية فول سوداني. كل دي مكسرات يا شيف، كل دي مكسرات اهي. ايه المكسرات دي هيجمعها ايه؟ هيجمعها شربات. حلو الكلام. وانا شغال كده واحده واحده. الشربات معانا اهو، ننزل بيه كده. خلي بالك من التركايه دي. ونشوف العجينه دي اخبارها ايه. لازم تبقى المكسرات جوه البصمه واخده الشربات بتاعها واخده ميه الزهر. فين ميه الزهر؟ ميه زهر عشان تتكلم شامي. البسيسه تتعمل ازاي يا شيف مغازي؟ بتتعمل بدقيق الذره. حلو الكلام. بسيسه تتعمل بدقيق الذره زيها زي الكيكه، نفس مقادير الكيكه. استبدل الدقيق بدقيق ذره، بس عشان تطلع معاك حلوه حط معلقتين دقيق مع كوبايتين دقيق ذره اصفر، تطلع معاك البسيسه زي الفل. بيكن باودر، بيض، بنحط البيكن باودر على الدقيق الذره مع الدقيق الابيض، وبعدين ناخد البيض نخفقه جيدا، بنحط عليه ربع كوب من الزيت او نص كوب من الزيت، ونقلبهم كويس، ونحط شوية فانيليا، وبعد كده تحط نص كوب من الحليب أو نص كوب عصير البرتقال، تبقى بسيسة بالبرتقال زي ما أنت عايزة. ويا ست الكل تخلطي المواد الجافة مع المواد السائلة وتحطيها في الفرن. تطلع من الفرن يا ست الكل تشرب الشربات. شايفين الجو ده كده؟ عايزة تديها شوية كركم تبقى لطيفة وحلوة. أهلا وسهلا. إخواننا اللبنانيين بيعملوها بالكركم، بيسموها السفوف. بتاخد لوز كده وصنوبر، بتبقى لطيفه، معروفه عندهم في المطبخ اللبناني السفوف. شايفه كده البصمه؟ دي ايه؟ مكسرات. انت وجيبك بقى. حلو الكلام. هنعمل ايه؟ هنحط عجينه كده شويه على الوش كده، وناخد الاطراف دي نحطها هنا كده اهو. بتلاقي عند الراجل الحلواني كده بيعملها بالطلب. شايفين انا بعمل ايه؟ بعمل البصمه اهوت. حلو الكلام. احط شويه سمنه حلوين كده، ونجيب السكينه نقطع البصمه دي. البصمه دي لازم تتقطع ايه؟ مثلثات. حلو. تاخد الشكل تشربها سمنه كده. البقلاوه زي الكنافه، السر في السمنه. حلو. واجيب سكينه صغيره، اللهم صل على النبي كاتنا يا رب، ونقطع كده. شفتي اهي اهي. وانت بتقطعي السمنه بتنزل فين؟ ركزي بس في المعلومه دي، بتنزل في النص بين السكينه اهي. السمنه بتنزل مكان السكينه عشان تديكي بصمه. سموها بصمه ليه؟ هي دي البصمه اهي. السمنه بتنزل مكان السكينه اهو، عامله زي الكبيبه او الكبه بالصينيه اللي بنعملها. الكبه اللي اخواننا السوريين بيعملوها، تحيه كبيره ليهم، بيعملوا الكبه بالصينيه اهو. تتفرد عجينه الكبه في الصينيه، وتحط لحمه مفرومه عليها صنوبر اهي، ونيجي نقطعها كده درجه حراره الفرن كام عندك يا مغازي؟ 180 هتستوي دي بقى، تطلع معاكي رقات رقات، طبقات طبقات درجة حرارة الفرن 180. خد الشربات، تطلع من الفرن تتسقي شوية شربات تقال شوية. ادي البصمة فيها سمنة وغرقانة في السمنة. حلو الكلام. درجة حرارة الفرن 180. هنسأل مخرجنا الجميل اللي بينافسنا في المطبخ. اصحى معايا، دي مكانها فين؟ يا نعم. يلا دي مكانها فين؟ في أرضية الفرن ولا في نص الفرن؟ حد يقول. الله عليك الله عليك، حاضر عينيا. يلا يلا مع بعض، اصل انا هطلع حاجه من الفرن. حلو. طلع الصينيه دي عشان عايز اشوي رنجه النهارده. شم النسيم، واللي يشم النسيم الصادف ويجي في الشهر الكريم ده، دي يعني ربنا بيقول لنا انتوا يعني شعب ايد واحده على ارض واحده بتجمع كل الاديان. هناخد دي مع بعض اهي 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 اهي. يلا سيبها في الفرن كده لمده 30 دقيقه او 20 دقيقه، هتحمر تطلع تشرب الشربات. عيني اهو تادي اهو، بسمع كلام المخرج اعمل ايه؟ اهو 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 اهو، اقول تحيا مصر من جنبه.
امشي حاضر، ما انا عايز في الفرن اقفله. حاضر طيب ماشي. ما تصلي على رسول الله وتشوف البصمه معموله ازاي. اهي بصمه اهي، اهي نوسع لها البصمه بتاعتنا اهو، تتحط هنا كده. بس خلونا اجيب لها حاجه عشان باشمهندس زياد ما يزعلش مني اهو. ايه الجمال والحلاوه دي؟ اهي بصمه بالجلاش مع مكسرات وعسل، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ دي تاخد الشربات وهي سخنه، تاخد الشربات وهي سخنه، ونطفي الزيت ده كده، وادي الشربات بتاعنا ينزل عليها كده يتناغم يتناغم يتناغم. بيقول انا مصري اه. صينيه او بصمه الجلاش بالمكسرات والشربات، والشربات يبقى فيه قرفه لان المكسرات فيها قرفه، ونحط العود القرفه ده برزنتيشن كده اهو. ادي البصمه بتاعتنا. حلو الكلام، عملناها واحنا مع بعض على الهواء.